للوقوف على الوضع الأمني في العراق في ظل تصنيف قاعدة البيانات العالمية للعراق في مراتب متأخرة في قائمة الدول الآمنة، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. سيادة العميد مرحبا بكم. قاعدة البيانات العالمية صنفت العراق في مراتب متأخرة في قائمة الدول الأكثر أمانا في العالم، ما هي الأسباب التي أوصلت الأمور إلى هذا الحد سيادة العقيد؟ مساء الخير لك ولمشاهدي قناة الرافدين. حقيقة الأسباب في هذه القضية أسباب كثيرة جدا. يعتبر الاحتلال هو من أهم الأسباب التي أدت إلى فوضى سياسية وأمنية عارمة، أدت إلى انتشار السلاح في العراق بشكل غير مسبوق. هذا الأمر رافقه غياب للإرادة السياسية وعدم استقلالية القرار العراقي. يضاف إلى ذلك هو أنه وجود ميليشيات تحمل السلاح خارج إطار الدولة، ناهيك عن التدخلات الخارجية من قبل دول الجوار. يضاف إلى ذلك غياب مؤسسات الدولة وخاصة القضائية. جميع هذه الأسباب هي التي أدت إلى تردي الوضع الأمني في العراق، وأدت بصورة أو بأخرى إلى انتشار الجريمة المنظمة، المخدرات، القتل، كثير من الجرائم التي ترتكب اليوم هي بسبب عدم وجود إرادة سياسية وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على حصر السلاح بيد الدولة. سيادة العقيد، هل هناك دور تلعبه موضوع أو يلعبه موضوع انتشار السلاح وما ينتج عنه من انفلات الأمني في أن يصنف العراق في هذه المرتبة عالميا، تعتقد ذلك؟ نعم، لا شك، يعني لا تقاس هي فقط على مسألة انتشار السلاح يعني، ولكن إذا جئنا الآن إلى مسألة التهريب، إلى مسألة المخدرات، إلى مسألة الجريمة المنظمة، إلى انتشار السلاح بين العشائر، إلى عدم قدرة الدولة على مواجهة هذا السلاح المنفلت سواء كان للميليشيات أو سواء كان بيد العشائر. يعني عندما يتكلم قيس الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب ويقول في مقابلة على قناة الجزيرة أن فصائل المقاومة الإسلامية غير تابعة لأجهزة الدولة الأمنية، ماذا يعني هذا؟ يعني بأن هناك مراكز قوى تعمل خارج إطار الدولة وتنفذ أجندة طائفية وأجندة خارجية، بحيث أنها تتبع إلى إيران وتقوم بتنفيذ سياسات إيران سواء في العراق أو في المنطقة، وتوجد منها الكثير من هذه الميليشيات في سوريا وفي مناطق أخرى من البلدان العربية. إذن نحن نتكلم حقيقة عن تردي الوضع الأمني بشكل عام في العراق، وسببه بأنه التدخلات الخارجية أخذت مأخذها في العراق. يضاف إلى ذلك بأن انتشار السلاح ووجود ميليشيات ومراكز قوى متعددة في العراق أدى إلى ضياع القرار الأمني في العراق، بحيث أصبحت هذه الميليشيات تمتلك من الأسلحة ومن القدرات العسكرية أكثر مما تمتلكه الأجهزة الأمنية في الدولة، وهذا إشكال كبير جدا لا بد أن يؤدي إلى تردي الأوضاع الأمنية في العراق. ولكن سيادة العقيد، كثيرا ما وعدت الحكومات المتعاقبة بموضوع حصر السلاح بيد الدولة، لماذا لم تفي تلك الحكومات بوعودها؟ هل هي غير قادرة على ذلك فعلا؟ نعم، بداية دعني أقول بأن جميع الحكومات التي جاءت بعد عام 2003 هي حكومات توافقية، أي تأتي بالتوافق ما بين الكتل السياسية. هذه الحكومات تكون غير قادرة على اتخاذ القرار السياسي باستقلالية تامة. يضاف إلى ذلك بأن جميع الحكومات فشلت في حصر السلاح بيد الدولة منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا، علما بأن جميع هذه الحكومات عندما تأتي إلى برنامجها الحكومي تجد بأنه يتضمن ذلك الأمر. يعني في حكومة الكاظمي مثلا أطلق عمليات سماها الوعد الصادق لنزع سلاح المنفلت والقضاء على منافذ التهريب، ولكنه فشل في ذلك. كما أطلق شكل قوات سماها قوات الصدمة لحصر السلاح وخاصة في جنوب العراق، إلا أنه فشل في ذلك. المشكلة الحقيقية الموجودة الآن بأنه هناك ضعف في الأجهزة الأمنية وغياب كامل لأجهزة الدولة سواء كانت الأمنية أو كانت القضائية، وبالتالي هذا الأمر الإفلات من العقاب، عدم القدرة على المحاسبة، لابد أنه يؤدي إلى تردي الوضع في العراق بشكل كبير جدا، بحيث وصلنا إلى ما وصلنا إليه، بحيث أصبحت العشائر الآن تمتلك من السلاح أكثر مما تمتلكه الدولة. طيب، في سياق حديثكم عن تردي الوضع الأمني في العراق، سيادة العقيد، هذا التصنيف المتدني للوضع الأمني، هل تعتقد أنه يؤثر على موضوع أو مفصل الوضع الاقتصادي وجلب الاستثمارات للعراق؟
لا شك بأنه يعني المال أو الاستثمار أو المستثمر عندما يأتي يريد أن يكون هناك وضع مستقر، يعني وضع سياسي مستقر ووضع أمني مستقر، لأنه المال يعني دائما المال يعني لابد أن توفر له بيئة أمينة قادر على أن يستثمر فيها. ولكن عندما تأتي إلى الوضع العراقي الآن تجد بأن شمال العراق الآن مثلا التي هي أكثر استقرار من جنوب العراق في كثير من التفاصيل، نجد بأن إيران تتوغل، نجد بأن هناك جماعات تهدد تركيا وتهدد تتواجد على الأراضي العراقية، وتقوم تركيا أيضا بالتوغل في العراق لمواجهة هذه الميليشيات. هناك فشل للدولة العراقية في إخراج هذه الميليشيات حتى من المدن العراقية التابعة إلى السلطة المركزية، سواء كانت للحكومة المركزية في بغداد أو لحكومة إقليم كردستان. ناهيك عن الوضع في جنوب العراق، عندما نأتي الآن نجد بأن هناك ميليشيات تأتمر بأمرة الصدر، وهي التيار الصدري، ولا أحد يستطيع أن ينزع سلاح هذه الميليشيات. هناك ميليشيات مثل ما تكلمت قبل قليل للخزعلي وغيره يقول بأنها خارج سلطة الدولة. هذه الفصائل لا تنتمي لا للحشد الشعبي ولا تنتمي إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، وبالتالي هناك سلاح منفلت يتبع إلى مرجعيات دينية وإلى مرجعيات سياسية وهو فوق إرادة الدولة. جميع هذه الأشياء تؤثر بشكل كبير جدا على الوضع العراقي الداخلي، تؤثر على الاستمرار على الاستثمار الاقتصادي، تؤدي على تردي الوضع حتى الوضع الاجتماعي داخل 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 الدولة. يعني إذا ما جينا الآن إلى النزاعات العشائرية في جنوب العراق نجد بأنها كثيرة جدا، وإن السلطات عاجزة عن وقف هذه النزاعات، بحيث عندما تتدخل تتدخل فقط لوقف إطلاق النار والقيام بمساومات، لا تتدخل لنزع السلاح وحصر السلاح بيد الدولة ومعاقبة الفاسدين. من اسطنبول الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي، شكرا جزيلا لكم.